صانع القهوة أو الباريستا مثل ما هو متعارف عليه، مصطلح بدأ يحظى باهتمام الكثير من الشباب، هو عالم له طابعه الخاص. عبر هذا التقرير سنتعرف على بعض أسرار عالم صناعة القهوة مع الباريستا عبد الله العلوي. ففي هذه الزاوية من منزله تفاصيل عديدة أنشأها عبر فترات مختلفة. بداياتي في القهوة هي في الأول والأخير هي عبارة عن شغف لهذا المجال، ولكن مريت في فترة نظام غذائي معين ولاحظت أن في كامل الوجبات أو أغلب الوجبات اللي أتناولها في الجدول الغذائي أنها تحتوي على بلاك كوفي، فاستمريت على البلاك كوفي ودخلت في هذا المجال. شوي شوي تطرقت بشكل بسيط، من ثم في حبيت وسعنا في هذا مجالنا، مجال جدا جميل وجدا شيق. أدوات عديدة يستخدمها في إعداد القهوة، كل واحدة منها له أسلوب يختلف عن الآخر في عملية التحضير. فهذه الأداة عندنا تستخدم للكولد برو، تخمير القهوة طبعا على وصفة الباريستا. في بعض القهاوي تخمر مدة 24 ساعة، وفي بعض القهاوي تخمر إلى 3 أيام حسب الوصفة والمزاج اللي يستخدمها الباريستا. نحن الحين نشتغل على أداة V60، طبعا سميت V60 لأنها شكل الفلتر أو القمع مالها يجي على شكل الفي، حرف الفي، وطبعا هذه تعتبر من القهاوي المقطرة. ومثل ما تحدثنا هنالك أسرار مرتبطة بالقهوة قد تخفى على كثير من عشاقها. جودة المحصول يعتمد على مكان تواجد هذا المحصول عن سطح البحر، فكل ما ارتفعنا إلى الأعلى كانت الجودة أكثر، وأيضا العوامل البيئية أو المناخية اللي تمر عليها المنطقة في الفترة اللي أنت خذيت منها المحصول. فهذه الأشياء لازم تهتم فيها أنت كحماص، أنت كراعي كوفي شوب أو راعي مشروع تجاري. وهنالك نصيحة أراد أن يقدمها لكل من أراد الشروع للدخول في هذا المجال. نصيحتي لكل شخص يريد أن يدخل في مجال القهوة أو يريد أنه بغرض تجاري يفتح مشروع أو أي كان في مجال القهوة، لازم يكون لديه الخبرة الكافية في هذا المجال عشان يعطي قيمة غذائية ممتازة وقيم يعني شيء ممتاز. فبالتوفيق للجميع. لبرنامج قهوة الصباح أنور بن زاهر الغريبي.